وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أنهت أعمالها في وقت سابق اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. رافقت جلالة العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال.